الخامس من أركان الإيمان. وبنشومي ركن شيء إيمان ركنا. الإيمان باليوم الآخر ويتضمن الإيمان بأن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. وإيمان آرك آخرته روش سرا. وإشي توكا درستين چيز هم كائن تقول كي آخرت توكا بدا تي مرغا بد بنتين. أدرستن سرا إيمان آرك. المراحل التي يمر بها الإنسان مراحل خمسة. وهر مرحلة كي إنسان تي دنيا توكا كيتين أبانج مرحلة. يوم قبل أن يخلق. يبقي أول مرحلة همشين كي تبدأ بوجا تبيش. ويوم في بطن الأم. ودهمي مرحلة همشين كي تي ما تلعب توكا. ويوم في الدنيا. وسامي مرحلة همشين كي الدنيا توكا كيتين. ويوم في القبر. وشارمي مرحلة همشين كي قبر توكا. وهذا هو اليوم الآخر. وهم شارمي مرحلة حاستين إيه آخر مرحلة قبر. لابد أن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح مثلاً. وميسرة ضروري أنك ما إيمان بيارين، هر شيء كي تمرجع بعد بحن شو كي روح دركنا جي. نعيم القبر، عذاب القبر. قبر نعمة ببان يا قبر عذاب ببان. البعث بعد الموت. وموتاج بات بدر دركناك ببتين. الجنة النار. جنة سر إيمان أراك، جهنم سر إيمان أراك. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حمودك رسول الله مرة آبدا محوز سر آهي سر إيمان أراك. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والله أعلم. وهر شيء كي تمرجع بعد بان أدرستان سر إيمان أراك. آخرة روج سر إيمان آرگنت.